الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، أحبتي في الله، فهذا هو يوم التفسير بمشيئة الله تبارك وتعالى، ونستكمل فيه ما بدأناه قبل ذلك من سلسلة تأملات في سورة البقرة، ونحن نتحدث مع الآية الثالثة من صفات المتقين في سورة البقرة، والله تبارك وتعالى يقول: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الصفات بتاعتهم: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إيه معنى ومما رزقناهم ينفقون؟ قضية الرزق هذه قضية عظيمة في كتاب الله تبارك وتعالى، وهي قضية محسومة، فالإنسان منا قد كتب الله تبارك وتعالى له رزقه وهو في بطن أمه. الدليل على كده إيه؟ الحديث الذي جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. يبقى أول 40 يوم يبقى إيه؟ يبقى نطفة، خلاص؟ ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، خلاص؟ يبقى أنا عندي كام؟ 40 يوم إيه؟ نطفة، وبعدين 40 يوم علقة، وبعدين 40 يوم ايه؟ مضغة. 3 في 40 بكام؟ ب120. 120 على 30 يديني كام؟ 4. يبقى بعد 4 أشهر يحصل ايه؟ ثم يرسل الله تبارك وتعالى اليه ملكا فيوكل ب4 كلمات. هيكتب 4 حاجات، ايه هي يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: فيقول الله تعالى له: اكتب اجله. يبقى الاجل بتاع الواحد مكتوب، فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا ايه؟ ولا يستقدمون. اكتب اجله ورزقه. يبقى الرزق بتاع الواحد خلاص بأمر محسوم، قد كتبه الله تبارك وتعالى للانسان، والانسان ما زال جنينا في بطن امه عندها، تمام؟ طيب، وعمله، وشقي أم سعيد، هذه تكتب للإنسان وهو في بطن أمه. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع. ذراع واحد بس وادخل الإيه؟ وادخل الجنة على طول. فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، والعياذ بالله. اللهم لا تجعلنا منهم يا رب العالمين. ويقول صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. يبقى إذن قضية الأعمال دي بالإيه؟ بالخواتيم، وهذه أيضا قضية من قضايا الرزق. يبقى إذن الحديث يتحدث عن أن الله تبارك وتعالى كتب للإنسان رزقه والإنسان في بطن أمه. طيب، هل واحد فينا ممكن يموت كده من غير ما يكمل الرزق بتاعه؟ يعني واحد يقول لك: والله انا اموت واسيب الفلوس دي لمين، والرزق ده لمين، والعز ده لمين، والكلام ده؟ لا. ليه؟ حديث جاء في مصنف ابن ابي شيبة بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان روح القدس جبريل عليه السلام اتاني فنفث في روعي. في واحد يقولها ايه؟ روعي. روعي غلط. فلما ذهب عن ابراهيم الايه؟ الروع ده يعني الخوف.
نفث في روعي، يعني جعل ذلك في صدري بأمر من الله تبارك وتعالى، أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، لن تموت نفس حتى إيه؟ تستكمل رزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. يقوم واحد مثلا يبقى في وظيفة ولا في مكان ولا في منصب بتاعه إيه؟ مختلس على طول مرة واحدة. ليه يا عم؟ يقول لك يعني يا عم الحاج هذا رزقك، لكنك استعجلته من حرام. انت استعجلت الرزق بتاعك ده منين؟ من حرام. والله لن تموت حتى تستكمل رزقك كما بين لنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا يحملنكم ابطاء الرزق. واحد تمر به ضائقة مالية وعايز يعمل عملية لزوجته وعايز كذا ومش عارف ايه ومش لاقي اموال، فيضطر يعمل ايه؟ يسرق، ينصب، يختلس، يعمل فرق سعر في بيع وشراء والكلام اللي بيحدث ده والعياذ بالله. يقول صلى الله عليه وسلم: ولا يحملنكم ابطاء الرزق على ان تطلبوه من حرام، فانما عند الله لا يطلب الا بطاعة الله. خلاص، ادي قضية محسومة. محدش فينا هيموت لما رزقه ايه؟ يخلص. يجي واحد يفتح دكان قدام واحد في نفس المهنة، تقوم الدنيا ولا تقعد. يا عم ما هوش واخد من رزقك حاجة، انت مش هتموت لما تستكمل الايه؟ الرزق بتاعك. خلاص، عندما يأتيك ملك الموت وانت على فراش الموت، عندها لن يكون لك قطرة ماء من رزق على وجه الارض، ولا لقمة عيش، ولا تنفس من هواء، ولا خطوة لك بعد ذلك على وجه الارض. كل رزق لك استكملته في حياتك يأتيك ملك الموت بعد ذلك. ليه؟ علشان الجماعة اخواننا اللي بيفكروا مثلا يعني ان الرزق ده لازم يسرق ولازم يعمل، ما هو رزق برضه، لكنك اخذته من ايه؟ من حرام. والله عز وجل عندما اراد ان يضبط هذا الامر اوصى عباده جل جلاله فقال: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. حلو كده؟ ما اريد منهم من ايه؟ من رزق، وما اريد ان يطعمون. ليه؟ ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين جل جلاله. رزق ليه؟ لما تيجي مثلا واحد عنده شباك اتكسر في البيت، تمام، وصلح الشباك ده، بنسميه نجار ولا بنسميه ناجر؟ بنسميه ايه؟ ناجر. مارسها لايه؟ لمرة واحدة. طب لما تبقى دي الصنعة بتاعته بنسميه نجار على وزن فعال. الله جل جلاله هو رازق، ولكنه مع ذلك هو الرزاق جل جلاله، لأنه رزق وما زال ايه؟ يرزق، وسيرزق العباد إلى أن يرث الله أرض ومن عليها، وسيرزق الناس فين؟ في الجنة. اللهم اجمعنا جميعا فيها يا أرحم الراحمين. يبقى دي قضية الايه؟ قضية الرزق. لذلك لما نيجي مثلا في يوم في خطبة جمعة ولا حاجة، وبعدين نبص كده في المسجد ونلاقي لسه يعني ما شاء الله في ناس بتيجي بدري قوي، وفي ناس يعني بتيجي بعد المقدمة، وفي ناس بتيجي في أول الخطبة التانية، وعلى ما تيجي تنهي تلاقي الناس واقفة بره في الشارع. المنظر ده مش هنا بس، لا، في مساجد أخرى كثيرة. المفروض إيه؟ الله تبارك وتعالى قال بقى عشان الناس اللي خايفة على قضية الرزق وما يقفلش المحل إلا على ساعة الصلاة والكلام ده، وازعل قوي إن الخطيب خلص بدري. يقول لك خلص بدري النهارده، يا عم تعالى اسمع من الاول، مش عشان انا اللي بخطب أو لا، علشان هي خطبة الجمعة اللي ربنا سبحانه وتعالى قال: يا ايها الذين امنوا اذا نودي. من اللي قايل؟ الله. والله هو الايه؟ الرزاق. قال لك اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. ده فعل امر، خطاب من الله تعالى للجميع. لماذا يا رب؟ قال: فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. اللي انت فاكر ان الرزق تجيلك منه، ما هو الذي امرك بالبيع واحله لك هو الرزاق. قال: وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. فاذا قضيت الصلاة تعملوا ايه؟ خلاص، فانتشروا في الارض، وبعدين وابتغوا من فضل الله، وبعدين واذكروا الله كثيرا لعلكم ايه؟ تفلحون. واذا رأوا تجارة او لهوا، واحد تلاقي بتاع مثلا مكتبة في بعض الاماكن، يقول لك والله اصل البنات بتيجي تصور وقت ايه صلاة الجمعة، ما اعرفش اسيبهم يا مولانا ومش عارف ايه وبتاع، ماشي. تاني يقول لك والله يا مولانا الدكانة والبقالة بتكسب ومش عارف ايه، ماشي. طب
ينفع الكلام ده؟ ده ربنا سبحانه وتعالى قال: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك. هذا خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتركوك قائمة. قل لهم يا رسول الله ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. طب إذا ظنوا أن الرزق هنا يقول إيه؟ والله خير الرازقين. ليه؟ أنت ممكن تفكر أن أنت خلاص هتقطع، يقول لك واحد يقول لك أقطع رزق بإيدي، لا، والله خير الرازقين. هذه قضية حسمها رب العالمين سبحانه. لهذا يا عباد الله، الإنسان في حياتنا هذه لا يعيش إلا برزق الله. قال تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من رزق ربكم واشكروا له. هي الآية بتاعت سورة إيه؟ بتاعت سورة سبأ. ولذلك أمرنا الله تعالى بالإنفاق، فقال: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، والله خير الرازقين. وهو خير الرازقين ولا والله خير الرازقين؟ وهو خير الرازقين. تمام، خلاص. لهذا يا عباد الله، الله جل جلاله هو الذي يرزق عباده. ولهذا الشهداء عند الله جل جلاله ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم ايه يرزقون. ده فعل مضارع يفيد انهم ايه؟ انهم يرزقون. والعبد عندما يدخل جنة اعدها رب العالمين سبحانه قد احسن الله له رزقا، اللي هي الايه بتاعت سورة الايه؟ بتاعت سورة الطلاق. فقضية الرزق يا عباد الله، الله تبارك وتعالى في هذه الآية قال عن صفات المتقين: ومما رزقناهم. رزقناهم ده فعل ماضي ولا مضارع ولا أمر؟ فعل ماضي. ومما رزقناه، طيب، واحد من الناس يفكر ان الرزق ده ملبس، يبقى ده صح ولا غلط؟ لا طبعا، لا، اللي يقول لك ان الرزق ده مال يبقى ضيق الموضوع خالص. هذا الرزق اللي عنده صحة رزق، لعنده مال رزق، لعنده جاه رزق، لعنده كذا رزق، ولد صالح، اي حاجة ربنا سبحانه وتعالى يديها لك فيها منفعة لك، فاعلم انها رزق من رب العالمين سبحانه. خلاص، طيب، يبقى قضية الرزق دي تجي ازاي؟ تأتي اولا بتقوى الله تبارك وتعالى. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. تأتي قضية الرزق بكثرة الاستغفار، لان احنا الذنوب بتاعتنا كتيرة ومنعت عنا الرزق من رب العالمين سبحانه او اخرته الى اجل ما. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا في القرآن ايه؟ يقول الله تبارك وتعالى: فقلت استغفروا ربكم انه كان يرسل السماء عليكم ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يبقى هذه قضية الرزق يا عباد الله. أيضا قضية الرزق أيضا تأتي بالتوكل على رب العالمين سبحانه. جاء عند الترمذي بسند صحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وهي راحة الصبح، تبقى ايه؟ تكون ضامرة البطون وتروح بطانا، ترجع شبعانة. هذا من ماذا؟ من التوكل على رب العالمين سبحانه. هذا ما تحدثنا عنه يا عباد الله. نكمل بمشيئة الله تبارك وتعالى في الأحد القادم إن أحيانا الله تبارك وتعالى. اللهم وفقنا إلى ما تحبه وترضاه يا أرحم الراحمين، واستعملنا في طاعتك يا أكرم الأكرمين، ووفقنا إلى ما تحبه وترضاه يا أرحم الراحمين، وارزقنا جميعا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.